خالتي ارحبي بلساني، مرحبا. اهلا يا هلا. يا مرحبا ومسهلا، هذا عزوز واو، هذا واحد من العيال، هذا رجال الثقة. سلام، هلا والله بلسان، السلام عليكم. هذه بلسان. هلا استاذ، شو اخبارك؟ اوه هلا والله قمر. شاري معلق عنده ولا كان والله ما ودنا انه يطلع والله. يلا فدا والله كان ودي اتحدى معنا مشاري، حصل خير ان شاء الله الايام الجايه. بلسان يدلعونك بوبو ولا بلسان كذا؟ بلسان. ما حد يدلعك بوبو؟ حاب اكون اول واحد. بوبو وين بوبو؟ طيب قمر اذا جيت تدلعها وش تقول عزوز؟ يطلع جوجل، يطلع خوينا، يطلع دلع خايس. تقول جوجل تخيلها قعيد. طيب قموره اقولي فول يا قموره. تكرهين البثوث. ليش قاعد تشوف سمعتي يا اخو ناصر؟ بين مره شكرا. الحين اذا انا فزت احكم على بلسان ولا هي تحكم علي؟ كيف الطريقه؟ ما اعرف والله. لا مره يعني ادخل. فزنا نحكم على قمر وناصر. اوه يعني انا وياك فريق صح؟ ايه يعني حاطين مع بعض انه اصحاب وكذا، احنا نحكم عليهم صح؟ ترى يا بلسان، ترى عزوز جديد على البثوث، يمكن له يمكن تقريبا 3 أيام إلى 4 أيام. 3 أيام بس يعني مرتبك كذا، يعني حاسس انه اول مره. قمر وينك فيه؟ في المجره؟ صدق وين اصلا؟ زحل ولا ايش؟ يا ربي عادي على خير، تحدي يا الله. اسمع ترى في عزوز، ترى في احكام في البثوث والدعم، هذه ترى في احكام. جد والله جد والله، يعني لما احنا نفوز عليك نحكم عليكم. اي يعني تحكم علينا. ارحب اضربي كذا تبين انك انت تعرف. لا خلاص. شكرا. طلع لي في الشاشه هو الدعم، هذا النقاط زاد نقاطي، شكرا. هذه ضاف لي في حسابي، يعني مثلا بعدين اقدر اشتري منها البقاله. ايوه يجيك فلوس. طيب يلا الحكم الاول راح احكم على قمر. جوله ثانيه. تحدي كذا جولتين يعني مو اي جولتين. معليش انه اول مره ابث فمرتبك شويه، معليش يعني حاول يعني. لا 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 حط قبول صح؟ اوكي 1 2 3 قب 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 قبول. الله. لا المربع اللي انا فيه.